بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد خلق الله أجمعين. فيديو اليوم من قناة رسام الفنون الجميلة، عبارة عن مجموعة مناظر منطقة اخترتها لجمهوري في قناة رسام الفنون الجميلة بعد غياب مدة كانت مع الفيديوهات القصيرة. واليوم أعود إليكم بفيديو بصوتي أتحدث فيه معكم من قناة رسام الفنون الجميلة، وننظر إلى هذه المناظر وهذه التصاميم وهذه الأشكال وهذه الألوان التي تعبر عن بيوت عالية، وتعبر عن قناة للفنون الجميلة، وتعبر عن بيوت لها مظلات، وبيوت تتناثر هنا وهناك، ومناظر تتداخل، ولوحات من مونديريان في قناة رسام الفنون الجميلة. تلك الألوان وهذا الغزال وهذه الطيور وهذه البيوت وهذه الأعمال الفنية من لفائف الورق. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجاب جميع المشاهدين.